السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل. مواصفات العود عند الوجه: من السيدر، الظهر من المهوغن الفرنسي بالإضافة للزند والبنجوك، المفاتيح المصدرة من الأبانوس درجة أولى، الزند عيالي من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة من خلال الشد والرخي بكل سلاسة، وهذه الميزة تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت، بالإضافة إنها بتمكننا التحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن المصدرة. خلونا نجي الاختبار ونشوف كم بعد الوتر حاليا. طبعا هو المناسب 2 الى 3 ميلي يا جماعة. البعد عندنا 1.4، انتم متخيلين 1.4 يا جماعة، يعني ما في دوسة اساسا. معادلة صعبة جدا يا جماعة هذه، الحمد لله. الاوتار عندنا من السالة دوزان فافا، قياسات العود العرض 36، العمق 20، طول الزن 19.5، عرض العظم 3.9. اسمع العود اكتب لي مثل المسحة الصوتية، نطلع بالمدام ان شاء الله نبدأ. طيب خلينا نجي للاختبار الاخير وهو العزف من قبل كان